السلام عليكم. تقطع لي الفيديو وغادي نبدا معكم ان شاء الله. بالنسبه لهاد السواق اللي غنختار لكم اليوم، دخلت فيها بحال اللي كتشاهدوا اربعه ديال الالوان عن دخل فيها ياك. بالنسبه للطوق هنايا غادي نعملو، انا فاتحه الطوق ديالي، بديت اول حاجه بجوج غرزات، بديت كنزيد الغرزات في الجنب، واحده من هالجهه واحده من هالجهه، حتى كنكون 12 ديال الغرزات. عاد كيبدا الاختلاف. بالنسبه للحرير انا غزلها على جوج شعرات، الابره نمره 6 اولا 7، هما الابرات اللي كنخدموا بهم. ها اللي كتشاهدوا كنبقى نستمر، كنبقى نزيد غرزه من هالجهه وغرزه من هالجهه، حتى كتكون ليا 12 غرزه اللي بغيت انا. واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، هادي 7. كنضرب في التوب، نحاول ان التوب الضربة ديال جد التوب يكونوا قد. هادي 8 اللي عندي في دابا، كتما 8 ديال الغرزات. باقي ليا 4 اخرين. ثلاثة، هذه 4، 5، هذه 6، 7. ديما تاكدوا حسبوا الغرزات ديالكم باش ما يكونش عندكم شي اغلاط، خصوصا هاد الرندات اللي كيكونوا فيهم الحسابات بزاف وداك الالوان راه كيتلفوا. حاولوا يكونوا العدد الغرزات ديالكم ما تخطاو حتى شي غرزه. جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، سعود، عشرة. باقي لي عند الضربة هذه ديال التوب اللي غادي نكون فيها بحال قلت لكم 12 غرزة. ها هي كنضيفو ضروري غرزة من هالجهة وغرزة من هالجهة، ما كنساوهمش نهائيا. ونحسبو ضروري الحساب باش ما تلفوش. صافي غنضرب هاد الضربه، هاد الغرزه هادي دابا، وغادي تكون عندي 12 غرزه. دابا هادي كتشاهدو غتكون عندي 12 غرزه هنايا. كنستمر وكنرجع فحالنا. هنايا كنكونو ملي كنوصلو للقند من التوب كنكون وصلنا 12 غرزه اللي عندنا. نستمر بالعدد الغرزات بحال قلت لكم، الحساب ضروري الحساب. صافي هنا كيكون عندنا 12 غرزة بحال اللي كتشاهدوا. دابا هنايا عندي هنايا 12 غرزة، هنايا كنبداو كنضربو في التوب وكنزيدو غرزة. هاد الغرزة ما كنكملوش عليها، كنرجعو فيها نضربو مرة تانية في التوب، نزيدو غرزة أخرى ونضربو غرزة ديالنا اللي كانت عندنا، كنرجعو كذلك في ديك العدد الغرزات. هنا تكونو عندنا دابا جوج، كنزيدو نضربو في التوب، نزيدو غرزة. هنا ما كان
تكون عندنا جوج غرزات صافي ما كنزيدوش كنرجعو كنستمروا بهذه الطريقه هذه كنعملوا ربعه ديال هاد الدريجات بنفس الطريقه اللي عملنا هنايا غادي نعملو حتى دابا هنايا هما تكونوا عندي دابا جوج ديال الغرزات كنضرب مره اخرى كنزيد غرزه هنا ما كنرجعش لدوك جوج كنعاود كنكون جوج غرزات اخرين ديالي نضرب في الثوب كنرجع هنا عندي واحد جوج ثلاثة عندي كتسمى ثلاثة ديال الدريجات باقي غنزيد هادي رابعة هنا غيكون تالا ليا الخيط صافي كنخشي في الثوب بحال اللي كتهدو هيدايا وكنرجع نخدم عليه بحال اللي كتهدو تكونو عندي واحد جوج ثلاثة أربعة أربعة ديال الطلعات هنايا أنا من خيط جديد ورجع معاكم بحال اللي قلت لكم من سالينا عدد طلعات ربعة عملت خيط جديد غادي نخدمو دابا هاد الجهة هادي المقابلة أول حاجة غادي نضربو في الثوب نضربو غرزة في الثوب ياك وقبل ما نضربو غرزة الثوب هنايا خصها تبقى عندي عشرة ديال الغرزات اللي غادي نخدمو بهم الوسط كنحسبو واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعني بقاو لي هنايا جوج غرزات هما اللي غادي نضربو فيهم تثبتوا الخيط هلا قلت لكم كنضربوا الغرزه الاولى وغرزه الثانيه كنرجعوا فيهم نضرب غرزه في الثوب ونزيد كنزيد غرزه ثانيه كنضرب دوك جوج غرزات اللي عندي كنرجع فيهم هنا كنضربو في الثوب كنضربو غرزة الاولى وغرزة الثانية وهاد هنا جوج د الغرزات ما كنضربوهمش صافي باش يبقاو لنا مع هاد الجهه المقابله كنرجعو في هاد جوج غرزات اللي عندنا الاولى الثانيه وديما كنزيدو عدد الغرزات نزيدو غرزه هنا بحال اللي قلت لكم عندي هنايا أربعة ديال الغرزات غادي نضرب في الثوب باش نكون خمسة ديال الغرزات خاصني أنا يكون عندي خصني فهاد الطلعة هادي تكون عندي خمسة ديال الغرزات بحال اللي كتشاهدو الغرزة الأولى ديما الحساب أنا بحال اللي كنقول لكم من جميع الفيديوهات الحساب ضروري خصوصا فهاد الخدمة اللي كتكون فيها الألوان
بزاف باش ما تلفوش، وداكشي ضروري بقى تحسبوا. هنايا هذه الغرزه الرابعه، وكنزيد الغرزه الخامسه بحال اللي كتهدو. صافي ونرجع فيهم عادي، كنرجعوا فيهم عاديين، كنستمر. هذه الغرزه الرابعه وهذه خمسه. دابا كتسمى اننا كملنا ديال خمسه الغرزات. صافي وكنضربوا في الثوب. كنعملوا الغرزه الاولى ونضربوا ثلاثه الغرزات، الاولى هذه الثالثه حيت الاولى هي اللي كانت عندنا زدناها الثالثه، وهذه الرابعه. وكنخليو هنايا جوج غرزات. صافي كنرجعوا داك ربعه الغرزات اللي عندنا، كنضرب في الثوب كنزيد غرزه اخرى، وكنرجع دوك الغرزات ربعه الغرزات اللي كانوا عندي. فهذا هنايا مع كنرجع بحالي صافي يكون العدد ديال العبه اللي خصني ديال الطوق هو اللي خصني انا. صافي هناك عملت جوج طلعات، نزيد نضرب مره اخرى باش نكون عندي ستة ديال الغرزات. ديما الحساب واحد هاني قلت لكم عندر في الثوب باش نكون غرزه سادسه. صافي غادي نزيد غرزه سادسه وغادي نرجع بداك العدد الغرزات اللي عندي. كنتمنى الفيديو يكون واضح، كنحاول نخدم بالبطء باش تشوفوا حتى نتوما مزيان، تركزوا معايا باش ما تلفوشي. كونوا متاكدين اذا تبعتوا الطريقه ديالي غادي تخرج لكم هاد السواقه 100%، واذا غلطتوا عرفوا راكم غلطتوا في شي حاجه نتوما. اما الزواقه نتوما كتهدوا في الفيديو راه خدمتها لكم عوض. صافي هنايا بحال اللي قلت لكم كنرجع في داك ستة الغرزات، كنتاكدوا ديما كنحسبوا باش نزيدوا نتاكدوا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. صافي كنرجعوا فيهم باش نكونوا سالينا نص طوق، باش ما يجيش شي فيديو طويل بزاف. غادي نحبس هنايا ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله يا ربي الكماله ديالها باش ما يجيكمش فيديو طويل. وشكرا على المتابعة ديالكم، ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم.